عبد الله السالم، عيونه ونظراته وجهه منور، دستور دولة الكويت. هو اللي سوى الدستور. من جاب الصورة دي؟ شفته هالبطل هذا اللي عاصر ابو يعقوب، السيد يوسف، السيد هاشم، السيد احمد الرفاعي. هني صورته شوف مع الوالد، سبحان الله. هو ولده، هو هذا هو الشيخ عبد الله السالم. شوفوا هذا الوالد سيد يوسف الرفاعي، هذا ثنيان الغانم عم مرزوق الغانم رئيس مسمى، هذا ولد الشيخ سعد، الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح اميرنا الامير الوالد. ابو نادم هنا مع الوالد، هو هذا عفوا ابو نادم كان الشيخ عبد الله السالم لما سوى الدستور هذا. هني بعد صورته هو ويا شيخ، وهو ويا الثنيان الله، ويبدو في المرحوم حمود الزايد او الزيد الخالي. الله، يعني ابو نادم الدستور كويس؟ طبعا هو سواء كان جاء المصري هذا بعد وعمل الدستور وجو اجتماعه، وكنا بالصورة عثمان المستشار عثمان، ده بعدين جاء خليل عثمان، لكن ما جاء الراجل نسيت اسمه والله، السنهوري. السنهوري هو اللي عمل الدستور. الله، سمعوا يا ناس هذا الكلام الصحيح. أيوه. عشان دور جمهورية مصر الحبيبة. انت ابو نادم ازدواج الجنسيه عندك مصريه وسودانيه؟ قال لو كان دب، يعني اول حاجه قالوا له الجماعه الاجانب هذا وراء صوره الوالد، صاروا اختاروا، فقال المال مال الله، الله اكبر، والارض ارض الله، الله، واحنا عباد الله، الله، وان كان الله اعطانا المال نبخل عليه، نبخل على الناس كله من تظل سماء الكويت، الله رحمه الله، يشتغل عندنا نعالجه كان مرض وكان مات التنو، عرفت؟ والدواء علينا، سبحان الله، وجميع المدارس مفتوحه لجميع الناس، صح صح، اكل وشراب ولبس، حتى المواصلات كانت اي كل منطقه لها باصات، والاولاد بديهم الفواكه، صح، والملابس على عبد الله السالم، والدفاتر على عبد الله السالم، حتى لما صارت الايام لما جاتنا المطره وهدمت البيوت كان يقسم للناس، خلى المطعم المركزي شغال 24 ساعة رحمه الله، والناس قاعدين في المساجد، وأي إنسان ممنوع يطبخ طالما عبد الله السالم حي رحمه الله رحمه. وهني مادة حلوة طبقها الوالد في سنة 1964 لما أسقط حكومة التجار، اللي هي تقول لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة أو حرفة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة والمؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها. للدستور. لما الوالد غير حكومة التجار. أيوه. هو والشيخ عبد الله السالم رحمهم الله. عبد الله.